بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين، نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المكرم صاحب الشفاعة، أقرب الوسائل إليك يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة، أن تصلح ما بين أمة حبيبك المصطفى، وأن تزيل الخلاف والشقاق من بيننا، وأن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وأن تصلح ذات بيننا، وتغفر ذنوبنا، وتفرج كروبنا، وتشفي أمراضنا، وتلهمنا رشدنا، وتعصمنا من كل سوء، وتختم بالصالحات أعمالنا، وترحم أمواتنا، وتهزم أعداءنا، وتيسر لكل عاص توبة يا رب العالمين، لتغفر زلته، وتقبضنا إليك على خير حال من الإيمان والتقوى، وأن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وأن تثبتنا على الحق وتثبت الحق بنا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وآساتذتنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الحديث 73، حديث إتلاف أموال الناس. إتلاف أموال الناس، وأنت تتلف أموال الناس إما بالغصب أو بالسرقة أو بالاختلاس أو بالخيانة أو بالسلف مع نية عدم الرد أو عدم القدرة على الرد أو عدم وجود ما يستطيع أن يرد ما يستلفه. هذه كلها وسائل لإتلاف أموال الناس، وهذا محرم من الكبائر. إتلاف أموال الناس محرم من الكبائر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فنسأل الله أن يسلمنا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيحه قال البخاري رضي الله عنه قال رسول الله. البخاري على طول ما قالش إسناد، ده قال قال البخاري قال رسول الله. طب وفين الإسناد؟ ده بين البخاري وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 سنة وشوي. اتولد سنة كام الإمام البخاري؟ تقريبا 194. اتولد 194 هجري، يعني بينه وبين النبي سنين طويلة، قرب 200 سنة. يعني المفروض يكون سمع بقى الحكاية دي عن ايه؟ عن أسانيد، وهو عادة الإمام البخاري يروي الأسانيد، لكن هنا ما رواش إسناد. قال البخاري رضي الله عنه قال رسول الله، يبقى يسموه ايه؟ معلق، لأنه حذف الإسناد، يسموه معلق. ومعلقات البخاري نوعان، معلق بصيغة الجزم ويبقى صحيح، إسناده صحيح، يعني صح ولم يذكر الإسناد إما اختصارا أو لأنه سوف يذكره في باب آخر، أو إما ذكره سابقا. يبقى معناه لما يأتي بصيغة الجزم، لما يقول قال ده صيغة جزم، يبقى معناه صح عنده. لكن لما يرويه بصيغ معلق بصيغة التضعيف، ساعات يسموها صيغة التمريض أو التضعيف،
يعني كأنه بيضعف الصلة، كأنه بيقول إن القول اللي هقوله ده طالما جابه معلق بسبب التضعيف لم يصح عندي فهو ضعيف. يقول عليه إيه؟ يقول يذكر، يحكى، يقال، يروى، كل دي صيغ يسموها صيغ التضعيف. طيب المعلق هنا معلق بصيغة ايه؟ الجزم، يبقى صح، حديث صحيح. قال البخاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأن العقوبة من جنس العمل. قال البخاري، البخاري بقى بيشرح كلام النبي، هو خلص كلام البخاري عايز يشرح. قال البخاري إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، يعني إلا لو كان بقى معروف بالصبر ففي الحالة دي ما يروحش يستلف، لأن أنت هتاخد أموال الناس وأنت فقير، هتحتاج مال الناس وأنت فقير، فقدامك سكة حلال إنك تروح تستلف. طيب ما أنت هتروح تستلف، هل عندك ما ترد؟ عندك ذمة مالية تستطيع إنك ترد؟ هيجي لك أموال في المستقبل تردها؟ عندك أرض تقدر تبيعها وتسدد؟ عندك رصيد تقدر تسدد؟ هيأتي قريب ليك في يوم من الأيام وأنت متفق معاه إنه هيجي بعد سنة هيسدد لك؟ ما عندكش ده كله ومحتاج، تعمل ايه؟ يبقى اصبر احسن. كان الامام البخاري بيقول لك بقى يبقى ما تستلفش الا لو كان عندك ذمه ماليه تستطيع تسدد، انما تروح تستلف وتغر الانسان المسلم وتقول له اقرضني وبعد سنه هسدد لك وانت عارف ان ما عندكش ما يسدد، يبقى انت ناوي تتلف ماله وبتغشه وبتغريه انه يديك على سبيل السلف وانت تريد منه انها صدقه، بتغش. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده الامام البخاري بيقول لك الا ان يكون معروفا بالصبر في الحاله دي يعمل ايه؟ فيؤثر على نفسه، يعني ممكن في الحاله دي بقى اما ان هو يصبر فلا ياخذ مال احد، او ان يعطي غيره مع احتياجه على سبيل الصدقة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يعطي على سبيل السلف. يبقى هو ما يستلفش، ولو عارف واحد محتاج يبقى ما يدهلوش على سبيل السلف لأنه هو يعلم أنه لا يستطيع أن يسدد، فيبقى يؤثره على نفسه على سبيل الهبة التي لا ترد أو الصدقة. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر، إدك مثال، حين تصدق بماله، تصدق بماله كله، خرج من ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، هو محتاج جزء من ماله عشان أولاده. يبقى ده ما نقولش على أبو بكر إيه؟ أتلف ماله. ليه؟ لأنه عنده صبر، يقدر يصبر على هذا. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، والأنصار أيضا أتلفوا مالهم، عطول المهاجرين بلا مقابل، يبقى في ظاهره كده أتلف المال، لكنه خد بالك إن أدوله على سبيل الإيثار لأن عندهم صبر، واضح؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، يعني يقول لك ايه؟ طب ما يجراش حاجه، ما هو هيديني سلف يا اخي، هيتحسب له صدقه عند الله، يعني هو هيضيع ثوابه، يقوم يتجرأ بعله الصدقه يستلف ولا يرد ويضيع اموال الناس بالوضع. فهمت ادي الكلام؟ فما تعملهاش العله دي. وعشان كده بيقول ايه؟ فليس له ان يضيع اموال الناس بعله الصدقه. ظاهر الحديث دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من أخذ أموال الناس يريد إتلافه، والكلام عليه من وجوه، ده كلام بقى سيدنا أبي جمرة بيعلق على الحديث، منها هل هذا على عمومه وعلى ماذا يقع هذا الدعاء؟ هل هو حقيقة أو هو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن دعاءه رحمة؟ وإن كان اللفظ خلاف ذلك
وإن كان اللفظ خلاف ذلك، يعني خلاف الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني أخذت عهدا على الله ما أدعو على مسلم دعاء إلا ويجعله الله له خير وبركة، ولو اللفظ خلاف ذلك. شوف قد إيه النبي من شفقته على أمته أخذ عهدا على نفسه، لأنه ممكن يغضب فساعة الغضب ممكن يدعي على حد، فأخذ عهدا على الله إنه لو قال دعاء على أحد اللهم اجعله على خلاف معنى اللفظ واجعله له بالرحمة. فهمت؟ أدي المعنى يعني، شفقة على الأم. وممكن الأم والأب يعملوا كده، ساعات يغضبوا على أولادهم، تقوم الأم تقول لابنها إيه إن شاء الله ما تكسب، مش بتسمع الحكاية دي؟ فتاخد عهد على الله تقول يا رب أي دعاء دعوته بالشر على أبنائي فاجعله على خلاف ما أقول بالبركة والرحمة. تتعلم سنة النبي دي عشان لو غلبها طبعها وقالت شر ولا حاجة يقوم ربنا إيه بالعهد اللي بينها وبين الله يقلبه لها رحمة. فهمت بقى؟ فدي برضو حاجة لطيفة الواحد يتعلمها من هذه السنة الجميلة، لأن ربنا بيقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ده ساعات الواحد لما يتعب يقول يا رب خدني بقى، مش كده؟ يا رب خربها بقى، ساعات الناس تقول كده، دكدكها على الناس كل ده اسمه كان. فالبني آدم طبيعته عجول، فهمت؟ ولو يدعو بالشر زي ما بيدعو في الخير بالخير. فالإنسان يتعلم من النبي ياخد عهد على الله قل اللهم لو غلبني طبعي الضعيف فدعوت على مسلم أو على نفسي بشر فاجعله على خلاف ما أقول، على هذا عهد بينك وبين الله كده. تقوم تلقى الله وما دعيتش على مسلم أبدا، حتى لو جيت تقول لابنك إن شاء الله ما تكسب يقوم يربح. ليه؟ لأنك واخد عهد مع الله أن يقلبها يعكسها، وربنا لا يخلف العهد. فهمت بقى المسألة؟ فدي حاجات لطيفة تتعلمها من نبيك اللي هو نبي الرحمة. عشان كده بيقول لك إيه؟ أو هو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن دعاءه رحمة وإن كان اللفظ خلاف ذلك، يبقى غرض دعاءه رحمة. وهل ما يقع الحذر إلا بقصد الوجهين أعني النية والفعل؟ يعني شوف أخذ أموال الناس يريد إتلافه. طب افرض أخذ أموال الناس وما كانش يريد إتلافها، ما عندوش النية دي، يبقى يصاب الدعاء ولا الدعاء لازم يبقى كان وهو بياخد المال قصده إتلافه، يعني عدم رده. فهمت؟ أدي معنى كلام الشيخ، وعايز يقولك إن الدعاء ده هيصيبه لو توفر عنده الفعل مع الإرادة مع النية كمان، ولا الفعل من غير الإرادة. فهمت؟ وهل ما يقع الحذر إلا بقصد الوجهين؟ الحذر يقع الحذر يعني إيه؟ يعني مقتضى الدعاء بإتلافه، إلا أتلفه الله، إلا بقصد الوجهين أعني النية والفعل، لأن قال لك يريد إتلافه، يريد دي فيها النية. فهمت بقى؟ وإن أقلع وتاب منه، هل التوبة ترفع إجابة الدعوة؟ طب افرض عمل كده وتاب وأقلع، هل توبته دي تمنع حدوث أثر الدعاء؟ وإن أقلع وتاب منه هل التوبة ترفع إجابة الدعوة بعد استجابتها أو لا؟ شوف هو ادالك كم سؤال هيبتدي بقى يجاوب لك عليها حاجة بحاجة، واضح؟ فالجواب أما هل هو على عمومه، يعني عموم الأخذ، فليس هذا على عمومه، لأن من الأخذ ما يسمى سرقة وقد حد فيه القطع، ومنها ما هو خلسة فقد حد فيه الغرم، يعني يغرم ما اختلسه، خدوا خفية يعني، ومنها ظلم، أخذه ظلم غصب مثلا أو برشوة، وقد حد فيه ما فيه إن هو يرد المظالم ويتوب ويقلع عما عمل، هذه حل حبه فيها. ومنها ما هو قمار وفيه ما فيه من كونه من الكبائر وحرمه الله وعليه أن يقلع وأن يرد ما اكتسبه منه، فإن لم يجد له صاحب يتخلص منه
بنية التخلص، لأنه لا يصلح صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ومنها ربا، وجاء فيه ما هو معلوم، لو أخذ أموال الناس على سبيل الربا فده من الكبائر أيضا. وفيه أنه يأذن بحرب من الله ورسوله، ففي عقوبة اهي. فهل دي عقوبة فوق العقوبة؟ يعني دعوة النبي كمان فوقيها؟ ولا الحاجات دي طالما ليها عقوبتها خرجت؟ لأن ربنا ما يعاقبش على جريمة واحدة بعقوبتين. فهمت؟ هو عايز يقول لك كده، يقول لك الأخذ ده برضو فيه إتلاف، لكن الأخذ اللي النبي بيتكلم عليه هنا في الحديث له عقوبة، وهو إنه دعا عليه قال له أتلفه الله. لكن الحاجات التانية دي ما هي حرام برضو، لكن عقوبتها معروفة. فهل يجتمع عليها العقوبة المعروفة زائد دعوة النبي، ولا دي خرجت بوجود العقوبة الأصلية ليها فصار أخذ آخر غير هذه الأنواع؟ لأن الله لا يجمع عقوبتين على جريمة واحدة. فهمت كلام الشيخ؟ ومنها كمان خيانة، وقد جاء ما فيها، فكل وجه من وجوه الأخذ على خلاف المشروع فقد جاء فيه ما جاء. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع على أحد من أمتي عقابين، فإن دعاؤه صلى الله عليه وسلم أكبر العقوبات. والوجوه المشروعات إذا أخذ بها أحد شيئا فليس بحرام، فكيف يدعو عليه؟ هذا مستحيل أيضا. فما بقي إلا وجه واحد، وهو من جملة المشروعات، إلا أن له شروطا، فكثير من الناس يفعله بغير تلك الشروط فيذهب به كثير من أموال الناس. بقي نوع واحد بس، السلف بس، لأن كل غير السلف إذا كان في البيع والشراء وفي ربا معروف عقوبته، إذا كان خلسة وخيانة معروف عقوبته، إذا كان قمار معروف عقوبته، إذا كان سرقة معروف عقوبته، وهكذا، إذا كان غصبا، إذا كان ظلما، كل حاجة معروفة. يبقى أخذ أموال الناس هنا في السلف بس، هو ده النوع اللي إيه؟ يبقى أكيد النبي هنا بيدعي على اللي بياخد أموال الناس سلفا على سبيل الاستلاف والقرض، على إنه هيرد، لأنه كده هيخون المسلم، بيخون أخوه، بيغريه إنه يسلفه ويتمسكن أمامه، وبعدين لما يديله ما يردوش. فهمت بقى إزاي؟ فكثير من الناس يفعله بغير تلك الشروط فيذهب به كثير من أموال الناس وهو السلف، لأنه إذا احتاج طالب السلف وما ينظر إلى الشروط التي تجب عليه وحينئذ يأخذه، فإنما قصده زوال ضرورته في الوقت، ففي هذا النوع هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من أخذها بغير شروطه. أنت لو حبيت تقترض لازم تتوفر شروط معينة قبل ما تروح تستلف، لو ما توفرتش الشروط دي يبقى أنت هتخش في الحديث وحيصيبك الدعاء. هل أنت بقى عارف الشروط التي يجب أن تتوفر عندك حتى تقترض من المسلم أم لا؟ هي دي المسألة، حتى لا يصيبك إيه هذا الحديث. قال البخاري: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، إلا أنه استثنى أن يكون كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. فنحتاج أن نبين شروط السلف، فقد نص عليها الفقهاء وقالوا إنه لا يجوز لأحد أن يأخذ سلفا ولا دينا إلا أن تكون له ذمة تفي بدينه على كل حال. يعني أنت ما تستلفش إلا ما يبقى معكش سيولة، لكن عندك أصول تقدر تسدد منها دينك. ما عندكش أصول تسدد منها دينك ما تاخدش، ما تستلفش. طب تعمل إيه؟ اشحت. أعمل إيه بقى؟ أروح أشحت قول له اديني صدق عشان ما غشوش. فهمتني إزاي؟ لكن أما أقول له اديني سلف وأنا ما عنديش أصول أسدد وأقول له اديني سلف، يبقى أنا بغش، لأنه معناه هيدي لك منتظر إنك هترد. لأن يجوز السؤال لما تكون أنت محتاج وما عندكش ما إيه تسدد، في الحالة دي يجوز لك الشحاتة، والشحاتة تكون بقدر زوال الضرورة، مش الشحاتة تبقى مهنة، لا، بقدر زوال الضرورة. يعني مثلا إيه؟ أنت راجل جعت وما فيش معاك أي مال تجيب حتى سندوتش، مش مجرد تجوع تروح تشحت، تستنى 3 أيام جعان
ثلاث ايام ما اكلتش، بعد ثلاث ايام من حقك تروح تشحت، تروح لاي مطعم تقول له انا ما اكلتش بقالي ثلاث ايام، ممكن تديني سندوتش صدقه؟ كويس، ادي لك سندوتش. عارف لو اداك سندوتشين ما تقبلش، هو كفايه واحد، لانك بتشحت بقدر زوال الضروره بس. طب اداك اتنين وقبلت، يبقى واحد حلال والتاني حرام، صحت. طب اداك سندوتش واداك فوقيه 10 جنيه، لا يحل لك تاخدها ال10 جنيه، لان الشحاته حرام، اصلها حرام، ولا تقد ولا تباح الا من اجل ضروره، لان المحرم لا يباح الا من اجل الضروره، والضروره تقدر بقدرها، تقوم تاخد منه بقدر ما تزيل ضرورتك. ضرورتك ايه؟ انك انت جعان هتموت، خلاص خلاص كل. طيب وبعدين عايز بعد شويه يومين، يوم جوعت تاني، اصبر كمان يوم، لما الجوع بقى خلاص هيقرصك روح اشحت تاني وجبه واحده، وجبه وجبه، سندوتش سندوتش، رغيف رغيف، لكن ما ينفعش تبقى متسول قاعد على الناصية طول النهار، وفي الاخر اما تموت يفتحوا بيتك يلاقوك عندك ايه؟ مئات الالوف من الاموال. ده كل دي اموال سحت، دي كلها سحت حرام. وياتي يوم القيامه فيوجه المساله. انا مره في قايتباي، لانه كان في شحاتين كتير بيقعدوا على باب قايتباي، جمعتهم ودخلتهم الجامع وقعدت افهمهم فقه الشحاته، ازاي تشحت علشان يبقى رزقك حلال. قعدوا طبعا سمعوا كل حاجه تمام التمام، ورجعت ريما لعادتها القديمه، يفضلوا يتسولوا طول النهار زي ما هم، لان اعتادوا سؤال الناس، واللي اعتاد سؤال الناس يؤتي يوم القيامه، يبعث يوم القيامه ليس في وجهه مزعه لحم. عارف اما يشوف جمجمه قبيحه ما تقدرش تبص لها، الجمجمه دي، او يبعث يوم القيامه بالمنظر ده، ليس في مزعه لحم، يقوم الناس على طول يعرفوا ان ده كان شحات وده كان متسول وده على طول من منظره على طول، فتبقى فضيحه يعني. فلازم تعرف انك انت ما تستلفش من مسلم الا وانت عندك اصل تستطيع انك انت تسدد السلف. قالوا انه لا يجوز لاحد ان ياخذ سلفا ولا دينا الا ان تكون له ذمه تفي بدينه. الذمه هنا يعني ايه؟ يعني اصل من الاصول، عقار يقدر يبيعه، حته ارض يقدر يتصرف فيها، عامل جمعيه وهيقبضها بعد شويه، هيجي له مكافأة من شغله، فهمت ازاي؟ أي حاجة. أبوه في العناية المركزة وحورثه قريب، أي حاجة من دي، المهم عنده إيه؟ عنده حاجة هيعرف يسددها. ممكن أبوه يديله مقلب وفي الآخر إيه؟ يطلع من العناية. لو طلع أبوه من العناية خلاص كويس، يقول لأبونا استلفت، يسدد له، أبوه يسدد عنه. يا إما يسدد عنه لو عاش، يا إما يموت ويرثه ويسدد. المهم إيه؟ عنده يعني حاجة يرجع لها، فهمتني إزاي؟ يكون عنده حاجة يرجع لها. وإلا يدخل تحت هذه اللعنة، لأنه غر بأخيه المسلم، غره يعني خانه، لكونه أخذ ما له وليس له من أين يعطيه. فإن المعطي يقول في نفسه لولا ما يعلم هو من نفسه أنه لو ما يؤدي به ما يأخذه مني، ما يأخذه مني ما طلبه، لأن أخوة الإسلام تقتضي ألا خلابة، ألا خلابة يعني ألا خديعة. يعني لما يجي لك راجل كده وعليه سمات الصلاح ويقول لك أنا مزنوق في 10,000 جنيه الدهاني، أنت في بالك من شكله كده تقول مش معقول يعني هياخد الفلوس دي يضحك بيها عليا، أكيد راجل لا عنده حاجة هيسددني بعد 3-4 شهور، فيقول له خد، فهمت ازاي؟ فانت لما تيجي تغر بقى المسلم وتخدعه وما تقولوش، تبقى انت كده خدعته، فهمت ازاي؟ والخديعة دي في حد ذاتها حرام. لا خلابة يعني ايه؟ لا خديعة. ولا غبن، ولا غبن يعني ايه؟ ولا إيه؟ انتقاص الحقوق، انتقاص الحق يسموه غبن. ولا خيانة أو يبين له حاله. طب الحالة التانية إيه؟ ممكن يقول له كده، يقول له أنا ما أقدرش أشحت،
وانا ما عنديش اصول اسدد، وانا مزنوق محتاج 10,000 جنيه، ممكن تديني 10,000 جنيه وقرض حسن على سبيل اني اسدده لك في يوم من الايام، امتى الله اعلم. يبقى انت كده خليته ايه؟ عارف الحكايه، عارف ايه، ما خدعتوش، قايله. يوم هو يعمل ايه بقى؟ يروح مطلعه وحاسبها من زكاه ماله ويريح نفسه مثلا. يبقى انت كده ما خدعتوش. او يقول لك والله انا اقدر احضر لك نص المبلغ او ربع المبلغ، او على اي حال انا اعرف واحد صاحبي بيطلع زكاه ماله الايام دي، هبعتك ليه، ويطلبه بالتليفون يقول له الو انا هبعت لك فلان راجل محتاج، وانت كنت قابلتني امبارح بتقول انا عايز اوزع زكاه مالي، فادي له جزء من زكاه مالي. يبقى انت كده ما خدعتش، لانك قلت له، تقول انا ما اقدرش اسال ولا اقدر اقف اشحت في الشوارع لان ده لا يليق بيا وبمرؤتي، وفي نفس الوقت انا محتاج الفلوس دي وما عنديش ما اسدده، اعمل ايه؟ فاهم؟ تعرضها له كده الامر على بلاط عشان ما تخدعوش، تقوم تخليه يقعد يفكر معاك بقى. والله يا حبه هو يديها لك تبرع، يديها لك تبرع، عايز يديها لك صدقه، يديها لك صدقه، يشحت معاك، يشحت لك، يعني يقول لك خلاص انا اعرف واحد صاحبي هكلمه لك، يبقى هو بيشحت لك، ما فيش حاجه، لانك انت تتكسب تروح له، فيقوم يطلبه بالتليفون يقول له هبعت لك راجل طيب تحسبه اغنياء من التعفف، ويبقى اديله مبلغ كده عشان هو في ازمه، كانك انت بتشحت له، يجوز تشحت لغيرك. فهمت ازاي؟ كل ده جائز، لكن المهم ما يبقاش في خديعه. فهمت بقى المساله؟ او شوف الحاجه الثانيه بقى، لو ما عندوش ذمه ماليه يسدد، او يبين له حاله ويقول له ليس لي ذمه على ما اخذ منك هذا المال، وانما تسلفه لي، فان فتح الله علي بشيء اعطيتك اياه، والا ما لك قبلي لوم، والا تسامحني. كويس؟ فان رضي واعطاه على ذلك الوجه فما غربه، وكأنه ها فما غر به، فما غر به. انا عندي اسلوب كاتبها لازق بعضها كانها كلمه، هي كل الطبعه دي عايزه تتعدى. فما غر به. كويس؟ وكأنه قال له تصدق علي بحيله، يعني هو لما بيقول له كده كانه بيقول له بيشحد، بس بطريقه فيها ادب شويه. فهمت ازاي؟ ما غررش بيه ولا حاجه. فإن فعل فهو صدقة أو معروف محتمل للرد أو غيره، فلا يدخل تحت هذا الدعاء. ليه؟ لأنه صريح. ولهذا المعنى الخفي كان دعاء صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل في الظاهر فعلا مشروعا أنه يستلف، وفي الباطن فيه ما أشرنا إليه من الخديعة. ويترتب على هذا من الفقه أن كل شيء فيه شروط ظاهرة وباطنة، فلا يجوز لأحد فعله إلا بتمام تلك الشروط، أو يبين عجزه عنها من أجل أن يغر بها، يغري بها للغير. وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. أنا زمان من حوالي يمكن 30 سنة، واحد صاحبي شغال في الحجاز، ما أحبش أقول السعودية، ما أحب أقول الحجاز، دي حاجة بقى بيني وبين ربنا بقى خلاص، تقوليش ليه من غير ليه. المهم واحد صاحبي كان شغال في الحجاز في بلدة جنب المدينة المنورة، فقام بعت لي الكلام ده بقى من 30 سنة 20,000 جنيه، قال لي خدهم دول خليهم معاك قرض حسن، اما يجي حد محتاج حاجة ادهوله وما تشرطش عليه معاد، وقول له لما تتيسر ايه تيجي تسدده، وخد منه ورقة علشان يشعر بجدية انه يسدد، لكن ما تحددش فيها مدة. هي ال20,000 قعدت معايا 3 شهور وزعتها وما ترددش تاني لحد الى يومنا هذا، الى يومنا هذا ولا واحد خد اي حاجة جاي يرد. فهمت ازاي؟ فليه بقى كده؟ لان الناس بقت سهل اكل اموال الناس، وكل اللي جا خد من ال20,000 دي جاب بنية السلف، ما قاليش صدقة على فكرة. يعني أنا كنت حاطط المبلغ ده ما ادهوش إلا اللي يجي يقول لي سلفني، إنما اللي يقول لي تصدق ما ادهوش منه. فهمت إزاي؟ لأنه ده مبلغ تحت بند قرض حسن،
هو ما لفش دورة واحدة، هي دورة واحدة راحت وما رجعتش. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لأن الناس بقت سهلة عليها ياكلوا أموال الناس بالباطل. واللي استلفوا مني كثير منهم ملتحين، وسبح ايه وأوراد ايه وعبادة ايه، ويصلي التراويح معانا في قايد باي يعني، واخد بالك؟ مش في الأشراف هنا لسه، لسه أيام زمان. أنا كنت ساكن في إيه؟ في قايد باي، كنت ساكن جنب قايد باي في المانيال يعني. أما يبعت لي تاني بقى، هو على فكرة حرم يبعت لي. هو مرة اتصل بيا بعد سنة بيقول لي عملت إيه في المبلغ؟ قلت له هو خرج خروجة واحدة وما طلعش، ما رجعش تاني. هي صدقة يعني، هو طبعا مش ندمان، بس بعد كده ما رضاش يبعت لي تاني. ولهذا المعنى الخفي كان دعاء صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل في الظاهر فعلا مشروعا، وفي الباطن فيه ما أشرنا. ويترتب على هذا من الفقه أن كل شيء فيه شروط ظاهرة وباطنة، فلا يجوز لأحد فعله إلا بتمام تلك الشروط، أو يبين عجزه عنها من أجل أن يغر بها للغير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأما الصفة التي أجاز عليه السلام معها أخذ المال، وهي ما نبه عليها البخاري رحمه الله عقب الحديث بقوله: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. النبي خد مال أبو بكر، هل بقى نقول إن النبي أخذه وما ردهوش يبقى اتلفه؟ لا، لما خد مال ابي بكر وانفقه في الدعوه ما اتلفش مال ابي بكر، لانه يعلم ان ابي بكر يصبر ويؤسر نفسه. فهمت بقى ازاي؟ فما كانش فيها غره. كفعل ابي بكر حين تصدق بماله. ايوه بس، والباقي كلام البخاري. ايوه طبعا. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. طيب والمهاجرين لما خدوا أموال الأنصار لما هاجروا، هل برضو يخشوا تحت الوعيد أتلفه الله؟ لا. ليه؟ لأن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أهل فضل وأهل تسامح. فدول أهل فضل وأهل تسامح، وهو بيدي مش منتظر المقابل كمان. فهمت بقى؟ فدول خارجين. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين رضوان الله عليهم، فهي قوة الإيمان الذي يوجب كثرة السخاء والصبر على الضراء. فإن أبا بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله، فقيل له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. والأنصار والمهاجرون إذا كانت لهم ضرورة ويرون غيرهم في ضرورة، ينظرون أولا في حق أخيهم المسلم. وخد بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اجلاء بني النضير قال للمهاجرين: كل واحد خد حاجة من انصاري يردها، راح موزع ليهم غنائمها، وبعدين قال كل واحد يرد الايه للانصار كل حاجة خدها، فتبرأوا هم من اتلاف اموال الناس. فهمت بقى المسألة كمان؟ يعني مع انهم لما ادوهم ما كانوش منتظرين رد، لكن النبي جعلها في ذمتهم، فاول ما استغنوا ردوا على طول. فهمت بقى؟ النبي بيتحمل عنهم، او الانصار بطبيعتهم بيسامحوهم بس وخلاص، سهل. قال الله ورسوله: ما ابقيت لاهلك؟ قال: الله. قال: الله ورسوله. والأنصار والمهاجرون إذا كانت لهم ضرورة ويرون غيرهم في ضرورة، ينظرون أولا في حق أخيهم المسلم، ويحمل نفسه على الصبر، كما فعل بعضهم حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الواردين، فقال: من يضيف الليل هذا وعلى الله ثوابه؟ فقام بعضهم فأخذه وحمله إلى منزلي، وقال لعيالي: عندك شيء؟ عيالي هنا يعني زوجته. عندك شيء؟ فقالت له: ما عندي إلا شيء يسير للأولاد. فقال لها: نومي الأولاد أولادك، فإذا ناموا قدمي الطعام، فإذا قدمتيه قومي إلى السراج أن تصلحيه وطفيه. إحنا الوقت بيطفي لوحده، فما فيش عندنا إشكال الحمد لله. ونمد أيدينا إلى الصحفة كأننا نأكل، ولا نأكل شيئا،
فلعل الضيف يشبع أو كلاما هذا معناه. ففعلت المرأة ما أمرها به، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة تبسم عليه السلام وقال له: شكر الله البارحة صنيعك مع ضيفك. ومثل ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه دخل والأولاد يبكون بالجوع، فقال: ما شأنهم؟ فأخبرته رضي الله عنها ستنا فاطمة زوجته بأنه من الجوع وليس عندهم شيء، فخرج فاقترض دينارا ليشتري به لهم ما يأكلون، فهو راجع به وإذا بأحد قرابته فسأله عن حاله، فأخبر أن عياله على جوع شديد وأنه ليس عنده شيء، فدفع له الدينار كله ودخل بيته وليس عنده شيء. وهذا عشية النهار. ثم خرج يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منه في الصلاة، فلما فرغت الصلاة التفت عليه السلام إليه وقال له: يا علي، هلع الشيطان الليلة؟ فتفكر في نفسه أنه ما عنده شيء، فقال له: نعم، ثقة بالله. ثم ببركته صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ثقة في الله وفي بركة النبي. فأتى معه إلى منزل علي، فدخل علي والنبي صلى الله عليه وسلم معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، ألا تعشين؟ فالتفت علي فإذا في البيت السريد مغطى يبخر، يعني إيه؟ سخن. فقدم لهم، فقال له: يا علي، هذا بالدينار الذي أعطيته فلانا، يعني ربنا بعت لك الأكل ده يعني منها، دي وراثة من ستنا مريم، وجد عندها رزقا، دي وراثة بقى لأهل الصدق العاليين قوي. فهمت بقى إزاي؟ وحمد عليه السلام الله على ما جعل في أهل بيتي مما يشبه مريم عليه السلام حين قيل لها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وما أشبه هذا عنهم رضي الله عنهم كثير. فمن يجود بضرورتي على غيره بغير حق له عليه، فكيف بحق إذا كان له عليه؟ ولأنه أيضا هنا علة أخرى، لأنه لا يأخذ السلف إلا حين يكون مضطرا كما ذكرنا آنفا، فإذا كان مضطرا ومرت له ثلاثة من الأوقات تعين له في مال الغير حق واجب، يعني لو كان مضطر بقى وصل للضرورة يستنى ثلاث فرائض تعدي عليه لعل الضرورة تزول، بعد ثلاث فرائض له حقه إن هو يشرح ضرورته للمسلمين، وواجب على المسلمين إن هم يزيلوا ضرورته. خدت بالك؟ من باب الايه؟ المواساة، لان المواساة ده شيء ضروري بين المسلمين. تعين له في مال الغير حق واجب، هل يلزم عند يسره رده ام لا؟ طب افرض بقى هما اجتمعوا وحلوا ازمته، هل بقى لو ربنا اغناه وتيسر عليه يرد اللي خده ولا ما يردوش؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول انه حق قد وجب فليس عليه رد، ومنهم من يقول وإن كان حقا قد وجب فلا يسقط أداه إلا باستصحاب الفقر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحتاج له أن يقاتل صاحب المال إذا امتنع من أن يعطيه، يعني يعطي زكاة ماله، فإن قتل صاحب المال فشر قتيل، وإن قتل المضطر فشهيد، أو كما قال: فلما كان هذا الأمر خفيا ولا يعلمه إلا الله والذي نزلت به الحاجة أبقيت الأحكام في المنع على ظاهرها. ونقف على قوله، وأشار هنا على العلة الموجبة للجواز، نقف عليها غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.